كمان تعالى نشوف فيديو لطيف ظريف حبوب صوت وصورة علاء بنفسه، مش بقى تويتر كمان، يعني مش اللي هو كتبه بأنامله الذهبية على المفاتيح بتاعة الكمبيوتر أو اللابتوب أو الموبايل أو التابلت. هو بيقول إيه؟ أيوة يا أستاذ علاء، اتفضل احكي لنا خططك، ناوي تعمل إيه بقى؟ ناوي طبعا الجيش الشعبي يدخل مصر، فبالتالي ده معناه اننا هنقطع ايد الجيش الثانيه. تمام. الداخليه لازم نساعدهم، فانا هنقتحم الداخليه عشان نوريهم الشغل ازاي. ده ايه؟ ده فوتوشوب ده ولا ايه؟ او ده مش صوته؟ او ده سبيشال ايفكت؟ او دي كائنات فضائيه نزلت قالت الكلام ده وكانت مغيره شكلها وبقوا شبه علاء وقالوا كده وبعدين اختفوا من على الكوكب؟ انا ما احبش ابقى في موقف زي كده بصراحه، ما احبش اي حد يتحط في موقف زي ده. الكذب البواح، ادعاء البطولة، ادعاء العمل السياسي المبهر. نعلاء يريد للبشر أن يعيشوا حياة أفضل. حياة أفضل عن طريق الإيه؟ عن طريق قتلهم وحرق جسمهم وشتيمة مرطاتهم وأمهاتهم وإنشاء تنظيمات مسلحة لاغتيالاتهم، هي دي الحياة الأفضل؟ يمكن حتى انطلاقا كلام دكتور ليلى سويف والدة علاء وهي تتحدث، يمكن كان في بوست كاتباه في رسالة موجهة لزعماء العالم، انتوا بتقولوا يا زعماء العالم ان الانسان هو اعز ما نملك، هو اغلى ما نملك، وانتم تتحدثون دائما عن الحرية. فانا انطلاقا من كلام دكتور ليلى، هو اذن الذي يحرض على الانسان يتعاقب، والذي يحرض على حرق الانسان يتعاقب، واللي بيحرض على اغتيال الانسان يتعاقب، واللي بيحرض على حرق المؤسسات التي تحمي الإنسان يتعاقب. ولا أنا بقول كلام غريب؟ أنا بتكلم بأمانة شديدة وحقيقي بمنتهى الموضوعية، اللي أنا بقوله ده غريب؟ يعني هو كلام غريب على أي عقل عادي، على أي نفس بشرية فطرتها سليمة؟ ما هو اللي هيقول لي لأ وفيها إيه يبقى عنده مشكلة نفسية، ده بجد، أو عنده مشكلة وطنية، ده حقيقي. أنا مش من الناس التي تحب أن تطعن في وطنية حد على الإطلاق، وأنا لا أحب لا ندي لا صكوك الوطنية، ولا أحب أن أنا أدي أصم حد بأنه كذا خالص. أنا أحب أطرح الأمور بشكل منطقي وبشكل موضوعي.